إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند لك الحمد يا ربنا بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم وأذقنا برد عفوك وحلاوة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الرحمن الرحيم، الحمد لله مالك الملك، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، اللهم لك الحمد على نعمة الصلاة وعلى نعمة الصيام وعلى نعمة القيام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم واجعل لنا حمدا على إجابتك لدعائنا، اللهم واجعل لنا حمدا لك على إجابتك لدعائنا، أن تجعلنا من المتقين، أن تجعلنا من أصحاب النعيم، وأن تجعلنا من عتقائك من النار يا مجير، يا مجير أجرنا من عذابك. اللهم إنك قلت في كتابك العزيز: ثم ننجي الذين اتقوا، فمن لنا نحن المذنبين المقصرين إلا الرحمن الرحيم. يا الله، يا أحياء في هذه الدنيا نرجوك ونتوسل إليك، يا من له عتقاء من النار، اعتقنا من النار، واعتق آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا. يا الله، إن كنت لا تقبل إلا من المتقين فمن لعبادك المذنبين المقصرين المخطئين. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا تسمع، لا إله إلا الله، لا
إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها نلقى ربنا. اللهم إنا نستودعك هذه الكلمة يوم أن نلقاك، يوم أن نلقاك، يوم أن نلقاك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم ولا عازبا إلا زوجته، ولا متزوجا إلا أسعدته. اللهم ولا شيخا كبيرا إلا رحمته. اللهم ولا طفلا صغيرا إلا ربيته وأصلحته. اللهم ولا عقيما أو محروما إلا أعطيته ورزقته ذرية صالحة. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته والعمل به على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم وشفعه فينا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته والعمل به على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم وشفعه فينا يا أرحم الراحمين. اللهم وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم وكن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم وكن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، في كل مكان يا أرحم الراحمين، وخاصة في بورما وفي فلسطين وفي العراق وفي سوريا. يا قوي يا عزيز، ارفع ما بهم من بلاء، أم من خوفهم، أم من خوفهم، أم من خوفهم. أطعم جائعهم، اروي ظامئهم، اكس عاريهم يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ووفق حاكم هذه البلاد إلى ما تحبه وترضاه، وارزقه البطانة الصالحة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهنا وسيدنا ومولانا وخالقنا هذه، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا،
ويا من قل عندك لك الحمد يا ربنا بالإسلام ولك الحمد بالإيمان. اللهم أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم وأذقنا برد عفوك وحلاوة